مشاهدينا الكرام، اهلا بكم الى هذا الموعد الاخباري المحلي. اذا نستهل الموعد من غرب الوطن. منذ استقلال الجزائر لم تعرف ولايه تسمسيلت، او لم يعرف دوار المسوس ببلديه لرجان بولايه تسمسيلت اي حضاره بعد، فلقد فقد سكان المنطقه جل ظروف الحياه الكريمه. محمد غليش يبغي يهدم يقولوا له ممنوع تهدم، تبغي تبني ما يخلوش تبني، بناء الريفي ما عندش الحق، ما عندش ملكيه العقاريه في بناء الريفي. لا يعبر وصف هذا الشاب سوى عن القليل من ازمات دوار المسوس ببلديه لرجام. حقوق الملكيه العقاريه المحجوزه والرعايه الصحيه المهترئه ومرافق جواريه اخرى هياكل رسخت البيروقراطيه في تسييرها، وانتقلت بسكان الدوار من العزله الطبيعيه الى العزله المقننه. لكل منتخب بلدي يريد ان يفوز برئاسه البلديه ياتي الى هذا الحق تجارب ويقوم بادعاء الحمله الانتخابيه وبتسويه وضعيه الملكيه العقاريه التي تعتبر اهم مشكل لدينا هي الملكيه العقاريه. ما طولنا والو، عندنا التشكيل البلديه يقول لك روح للولايه، تروح للولايه عند دار العقار بالك يسموها، يقول لك احنا ما جاناش عمر من عند الوالي. ما كان والو، لا رئيس بلديه لا شاف دائره لا الوالي. هذا الملعب بنوه عند حوالي 6 سنين وداروا له هذا القريات، التكلفه تاعو غاليه بصح داو الدراهم كلوهم. وهذا الملعب الوحيد، وهذا الشباب كما تشوفهم قاع يحبوا كرة القدم، ما عندناش وين نروحوا، كاين كرة قدم برك. المطالب المتكررة والحثيثة لسكان الدوار بحقوق المواطنة ظلت روتينا لم يترجم إلى وعود صادقة، وانفلتت آمالهم في مشروع يحفظ لهم العيش الكريم. روحنا كاع للمين من نروحوا ندخلوا نقولوا على السكنة، قلنا حتى نروح اللي يجي نقولوا له كيما كان. رحت فمي وقلت له مراكني وجيت، قلت له ما عنديش وين نروح، قال لي دبري راسك. الزيارة الأخيرة والي كنا حاضرين له، هاي برقية موجدينها احنا سكان برقية، هاي موجدينها احنايا والي ولاية تسمسيلت، لكن خاب ظننا لأن الوالي تسمسيلت لم يتركوا لأنهم خافوا من هذه المشاكل وخافوا بعلمه لهذه المشاكل. انحصار مساعي إدارة البلدية في معاقبة سكان الدوار بتطبيق سياسة الأرض المحروقة ربما يعود إلى فرضية عدم توافق مصالحها القليلة هنا وواجباتها المتعددة. تعاني عشرات والعائلات القاطنة بحي دوالي محمد ببلدية وادي سفيون بولاية سيدي بلعباس من عدة مشاكل باتت ترهق حياتهم، حيث عبروا عن مدى استيائهم بعد استلامهم السكن ذات الطابع العمومي الإيجاري دون ربط هذا الحي بشبكة الماء الشروب وغاز المدينة ناهيك عن الكهرباء. سارة لاليم. هنايا في 20 بليس 20 تاع الباطيمات الغاز ما كانش، الماء رانا نزقو غير من هذو، ها هما راهم مغبونين، كان اللي زرتي خدمته باش يعمر الماء في السكنه تاع هنا. لا غاز لا ماء، وكم يكونش الموتور هكا ما كانش اللي يطلع له الماء، قرع الغاز كتلونا مكتافنا، راه كل يطلع قرع غاز على كتفه على الفوق. يناشد المستفيدون من مشروع 30 مسكن تساهمي ببلدية نية العابد والي ولاية باتنا لوضع مخرج قانوني لوضعية سكناتهم التي توقفت بها أشغال الإنجاز منذ وفاة صاحب المشروع سنة 2008. سعيد حريقة. توقفت الأشغال بمشروع 30 مسكنا تساهميا ببلدية ثنية العابد بولاية باتنا منذ سنة 2008 بعد وفاة المقاول صاحب المشروع، ونتيجة لذلك دخل المستفيدون من هذه الحصة السكنية في متاهات حقيقية لم يجدوا لها تفسيرا واضحا من قبل الجهة الإدارية الوصية. قبل وفاة صاحب المشروع كنا تعاملين وشرينا على باباه، منين توفى المشروع راهو حابس كل شيء، تشوف الناس راهي تعاري تكري، واحد راهو يروح يخدم عليه يروح لباتنا، وهو خلص دفع المستحقات نتاعو بالكل. حنا قمنا بالاتصال بأب المقاول اللي هو المسير المالي لهذه المقاولة، طلبنا منه تفسيرات، قال لي أنا عندي مشاكل وبيروقراطية على مستوى الإدارة. يحدث ذلك رغم الوضعية الصعبة لأصحاب هذه السكنات مع الإيجار من جهة ودفع أقساط البنك من جهة ثانية، لذلك وجهوا نداء لوالي الولاية قصد التدخل لإيجاد مخرج قانوني لوضعيتهم. نطلب من السلطات المختصة من الوالي التدخل قصد
اسناد هذا المشروع الى مقاول اخر ويجد حل. رانا داخلين في لابونك ومازال نخلص لابونك، يعني بديت نخلص لابونك والسكنه راكم تشوفوا فيها، يعني نخلص في لابونك كل شهر والسكنه راكم تشوفوا فيها كم دايره. علما أن هذا المشروع وصل نسبة متقدمة من الإنجاز تجاوزت 90%. نادي الفروسية لولاية سيدي بلعباس فضاء للعب والاستمتاع، إذ يجد الأطفال فيه كل المتعة لامتطاء الخيول والتعرف عليها عن قرب، إلا أنه اليوم بحاجة إلى التفاتة بسيطة من طرف السلطات من أجل تدعيم وصقل هذه المواهب. نتابع التقرير لسارة لليمي وشاهين الزيزوي. هواية ركوب الخيول عرفت في الآونة الأخيرة انتشارا بين الأطفال، هؤلاء الذين جسدوا هواياتهم من خلال هذه الرياضة الممتعة بنادي الفروسية بولاية سيدي بلعباس. هذا الفضاء المخصص للعب والاستمتاع بالجو الهادئ رغم قلة الإمكانية الخاصة بهذه الرياضة. مسكين ميكروسون ونبغي العود ونمسك اليوم هنا. جونيور كلوب كاسباني عامر. Je pratique l'équitation depuis 8 ans. J'ai participé à plusieurs concours. Notre sport est chouïa naqas. Nous avons besoin de chouïa taouna, au moins le mec là, l'out. On a besoin de salotat, pour nous donner le matériel. Au moins, comme je l'ai dit, le mec là, naqas l'out. مشاركة فرسان هذا النادي في البطولة الوطنية وتحصلهم على المراتب الأولى هو ما شرف الولاية في المحافل الوطنية، لكن هذا لم يشفع للمسؤولين للتكفل بهم. على المدربين، عندنا مدربين، عندنا 9 تاع مدربين اللي نصهم راهم في الخارج، راهم في فرنسا، كاين اللي راه في الإيطالي، كاين ومازلنا احنا هنا، راه عندنا لي كادي بزاف، وعندنا لي جينيور، عندنا البنات، عندنا اون غروند بيبينيير. نو زافون اون ايكول ديكيتاسيون هنايا، ونطلب زعما من السلطات باش يوقفوا معنا، ما يسمحوش فينا، ما يسمحوش في هذا تاع اولادنا تاع المستقبل. وفي انتظار تكفل واعتناء السلطات المحليه باصحاب هذه الهوايه وتوفير مختلف التحفيزات لهم من اجل فتح المجال اكثر لتوسيع هوايتهم، تبقى رياضه ركوب الخيول في طريق الزوال بالجزائر. القصد لبلدية سيدي بن عدة بولاية عين تيموشن يلاحظ وجود لوحات فنية تعود للحقبة الاستعمارية وكذلك أثاث على تاريخ شاهد على تاريخ الجزائر في قاعة مخصصة كمدلول شاهد على مجد وعرقة المنطقة. كمال بعز عبيد وحميد عوادي. لوحات فنية تعود للحقبة الاستعمارية وأثاث شاهد على تاريخ الجزائر وعظمائها ليست بأحد متاحف عين تيموشنت، بل هي قاعة مخصصة داخل مقر بلدية سيدي بن عدة، أين يسعى القائمون على هذه البلدية الحفاظ على هذه التحف كمدلول شاهد على مجد وعراقة المنطقة. وهذه الثروة اللي راها عندنا، هذا البيرو وهذا الكرسي والبيانو وهذا الكادر اللي راه عندنا من 1837 مازالها باقية جديدة، حافظنا عليها وكاع رؤساء البلدية اللي فاتوا هنايا راهم حافظين عليها كما رئيس البلدية تاعنا. ناقصة في البلدية أخرى، ما كانش، ما تلقاش بزاف منهم، بلدية قلال من هادو كما تصالة اللي هنا. ضمن التحف النادرة التي يحفظها مقر بلدية سيدي بن عدة لوحة فنية للرسام أوبيسون التي ترمز لدخول المستعمر الفرنسي على مدينة سيدي فرج، ويقال أن هناك نظيرتها بأحد المتاحف الكبرى بفرنسا. ولعتاد المكتب قصة أخرى مع الرئيس الراحل هو ريبو مديان. فيما يخص الأثاث هذا عنده ذكرى خاصة، فيما يخص زيارة الرئيس المرحوم هو ريبو مدين في العام 96 من 1976 من جلوية عين تيموشنت دائرة حمام بوهجر بلدية الوراس الميضاء، ونحل القرية الاشتراكية، داولوا المقعد هذا باب هذا الطاب من بلدية سيدي بن عدة إلى بلدية حمام بوهجر. قاعة قلما نجدها بمختلف بلديات الوطن تحفظ مجدا عريقا وأصلا تاريخيا تتوارثه الأجيال جيلا بعد الآخر، يعكس ثراء وحضارة ثقافة الجزائر. ختام الموعد المحلي، شكرا على طيب المتابعة والإصغاء.